الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فكيف قلنا بأنه من بعد ما فشلت المحاولة الانقلابية ديال 1971 في يوليوز اللي كتسمى محاولات ديال انقلاب الصخيرات، هنايا غادا تجي المحاولة الانقلابية الثانية، وحتى هي كانت من تدبير ديال محمد أوفقير. محمد أوفقير من بعد ما فشلت المحاولة الأولى، الحسن الثاني كان عطاه مزيد من الصلاحيات أنه يتصرف كيف ما بغى، وجمع جميع السلطات، الأمن، الجيش، المخابرات، يعني جميع السلطات كانت تعطات له. فأول شيء كان صفى العناصر اللي كانت ضد المحاولة الأولى اللي كانت ما تفهمتش في الخطة ديال الانقلاب على الملك، عدمها. ثم الأسلوب الثاني أنه لجأ لمحمد أنقرم، هذا كان طيار عسكري، وكان طلب من الحسن الثاني باش يرقيه، وطلب من الحسن الثاني باش يعينو قائد القاعدة العسكرية بالقنيطرة، وداك الشيء اللي كان تم. وأوفقير كان كيوجد الترتيبات وباش تعطات صلاحيات جديدة للقبطان أنقران باش يسهل له المأمورية ديالو. الشيء الثاني اللي كان دارو أوفقير هو أنه زاد من الاتصالات ديالو بالمعارضة المغربية المتطرفة، وكان عنده اتصال غير مباشر بالفقيه المصري وواحد المجموعة أخرى. كيف كيحكي القبطان محمد حشاد، محمد حشاد حتى هذا راه كان طيار، وكان في ديك العملية بدون شعور منه، ودوز بصزمة مرت 18 سنة. فالفكرة الجهنمية اللي خطرات على أوفقير غادي يطبقها شنا هي؟ هي أنه عن طريق محمد أنقران والكوموندون قويرة، الفكرة اللي خطرت لهم وقرروا باش ينفذوها هو أنه أثناء رجوع الملك بالطائرة الملكية من الرحلة ديال من فرنسا إلى المغرب، غادي يطلعوا واحد مجموعة سرب ديال الطائرات العسكرية، وغادي يتعرضوا له ويقصفوا الطائرة الملكية، وآنذاك غادي يوقع الانقلاب. إذن اختاروا داك السرب، كانوا فيه جوج ديال الأجنحة، ثلاثة الطائرات ثم ثلاثة الطائرات. السرب الأولي فيه ثلاثة ما خبرهم حتى شي حاجة، السرب الثاني هو اللي كان فيه الكوموندو قويرة وكان فيه أنقران وشي واحد آخر ثالث. فأثناء المجيء ديال الطائرة الملكية اللي دخلت الأجواء المغربية، فتعرض لها المجموعة الأولى فيها ثلاثة والمجموعة التالية فيها ثلاثة، على أساس أنهم غادي يقوموا بخفر الطائرة الملكية حتى غادي تنزل في المطار ديال سالا. فجأة بدأ القصف، يعني الطائرة الملكية تصابت، وكل شيء كيقول لحد الساعة بأنه الملك الحسن الثاني كان نجا معجزة، يعني معجزة إلهية بالنظر الكم الهائل ديال النار اللي كانت تطلق عليها، يعني كانت معجزة إلهية. على كل حال فشلت المحاولة، نزل الحسن الثاني في المطار، الحسن الثاني دار واحد الموكب وهمي، هو كان ركب شي سيارة خاصة للتمويه ومشى بحاله. الانقلابيين ملي عرفوا بأنه الحسن الثاني فلت، وبأمر من الجنرال أوفقير كان طلب من الطائرات اللي كانت معاه، لأنهم ديك الطائرات كاينه اللي طلعوا وما في خبرهم حتى شي حاجة، حتى بدا القصف عاد عرفوا بأنه راه كاينه محاولة انقلابية. فطلب من انقلابيين آخرين طيارين، قال لهم رجعوا للقاعدة، زيدوا عمرو وسيروا لذاك المطار وديك الرباط كلها حيدوها. فجاء القصف من بعد، طاحوا بزاف ديال الناس الى غير ذلك، فشلت الامور. فملي فشلت الامور، انا كنعاود لكم هذا الشيء باختصار، ولكن هذا الشيء راه ما كيمنعش انه نرجعوا للكتبه ونقراو المذكرات ونقراو التفاصيل ديال ديك المرحله، لان ديك التفاصيل وديك المعلومات طبعا ما غاديش يمكن الانسان يحصرها، اذا من الاحسن يطالعوا على الكتبه ويطالعوا على المذكرات اللي تكتبت في هذا الشان. إذن فشل الانقلاب،
النهايه ديالو كانت انه قويرة كان طاح في النواحي ديال السوق الثلاث بالقرب من سوق اربعاء الغرب، شدوه الدرك الملكي، طاروا به الدوم مباشره للقصر الملكي، تفرقوا الانقلابيين، كاين اللي الأقران كان هرب مشى لجبل الطار، والحسن الثاني كان يعني دار القيامه على اساس انه انجلترا تسلموا له، وداك الشيء اللي كان وقع سلموه له. قويره كانوا داو الحسن الثاني، فالجنرال محمد اوفقير اعتقد بانه الاثر اختفى ومشى عند الحسن الثاني او تم استدعائه، يعني كاين جوج ديال الروايات. مشى محمد الجنرال اوفقير عند الحسن الثاني في العشيه على اساس انه يدبر مثلا شي كذبه او شي حاجه، او يقول له ودي راهم واحد المجموعه ديال الاوغاد فعلوا تركوا وراني راه عدمتهم او لا شي حاجه. فاذا به كيتفاجأ بقويره احد منفذين يعني الناس اللي كانوا كيرخيو النار على الطائره الملكيه في الاجواء، تفاجأ به موجود عند القدمين ديال الحسن الثاني. وفقير انا ذاك عرف بانه لا مجال هذه المره من اجل التمويه على واقع الامر، فاذا هنا ظهرت الخيانه التامه ديال الجنرال اوفقير، وبان كل شيء وبانت المسؤوليه ديالو لا على المحاوله الاولى ولا على المحاوله الثانيه. باقي الامور كيف كتعرفوا كاين اللي كيقول مات انتحر تقتل الى غير ذلك. كيف كنقول انا دائما ما كاينش فرق، لانه الجنرال محمد اوفقير في جميع الحالات ما كنظنش كان غادي ياخذ شي جائزه ولا شي حاجه، يعني في جميع الحالات. على كل حال تقتل اوفقير، الطيارين الانقلابيين تحاكموا في المحاكم، كانت الاحكام يعني كان اللي فيها الاعدام كان اللي فيها 20 سنه، وكانت الاحكام نسبيا مشدده بالمقارنه مع الاحكام اللي صدرت ضد المشاركين في انقلاب ديال الصخيرات، كانت احكام مشدده. ملي صدرت الاحكام هنايا غادي يجمعوا المحكومين في الاحداث ديال الطائره الملكيه، والمحكومين في الاحداث ديال المحاوله الانقلابيه ديال الصخيرات، كانوا مجموعين في السجن المركزي في القنيطره، غادي يتجمعوا كاملين ذات فجر، وغادي يجمعوا كل شيء وغادي يديو الى السجن الرهيب كيف ما كتعرفوا اللي كان اسمه سجن تازمامارت. وفي هذه الحاله وفي هذا الاثناء غادي تكون سالات المحاوله الانقلابيه الثانيه، وغادي تكون النهايه ديال اخطر شخصيه عرفها المشهد السياسي المغربي منذ فجر الاستقلال، وشكلت واحد الخطوره اللي كانت كبيره. من بعد هاد المرحله ديال الانقلابين الاول والثاني، الحسن الثاني كان خدا واحد المجموعه من القرارات اللي كانت استراتيجيه، منها اولا قرر الابعاد النهائي للجيش على التعاطي السياسه، وهذه معروفه هذه لان الجيش المهمه ديالو ما كتسمحلوش انه يخلط ما بين الامور، هذا من جهه. وكان طلب من الضباط الجدد انهم يهتموا بالاشغال ديالهم ويهتموا بالمشاريع ديالهم ويبعدوا من السياسه، هذا من جهه. من الجهه الثانيه الحسن الثاني طبعا كان عارف الاتصالات اللي كانت ما بين الشخصيات المعارضه وما بين اوفقير، فديك الساعات قرر انه دار واحد الانفراج في الحياه السياسيه، هنا غادي يسالي الحاله ديال الاستثناء اللي كانت تعلنات، وغادي يطرح واحد الدستور جديد للتصويت كنظن 1973، وغادي يعرف واحد شويه ديال الانفراج، والحياه السياسيه يعني غادا تكمل من جديد وغادا تعطي لها واحد نفس جديد. من جهه اخرى الحسن الثاني والنتائج ديال المحاولتين الانقلابيتين غادي يتعامل مع الحياه السياسيه والحياه الحزبيه بواحد الطريقه اخرى، بحيث انه تخلقات كيف كيسميو الاحزاب الاداريه باش تواجه الاحزاب المعارضه، لانه الحسن الثاني كانت عنده دائما مشاكل مع الاحزاب المعارضه، الاحزاب هذا كانت مصدر واحد الازعاج كبير. هنا واستمرت الحياه. كاينه واحد النقطه اخرى يعني نسيت ما ذكرت ليهاش، وهو انه الجنرال اوفقير من الوسائل اللي لجأ ليها باش يجند محمد أمقران ما كانتش الاقناع هذه المره
او لا يقولوا بانه الامور كاين فساد ولا هذا، ولكن هذه المره كانت الوسيله اكثر خبزا، بحيث انه اتصل بأمقران من مور المحاوله الاولى الانقلابيه الاولى، وواجهه قالوا بانني انا على علم بانك كنت شريك في المحاوله الانقلابيه الاولى، فلهذا يا اما غادي تمشي معايا في هذا الشيء اللي غادي نقول لك، واما غادي نطحنك. وأمقران كيف كيقول صالح حشاد كان عارف بانه ستتم تصفيته من طرف أفقر، كان عارفها، فلهذا استجب يعني تحت الضغط الانقلاب. وهذا ماشي تبرير طبعا ان الانسان يقوم بالانقلاب كيف ما بغى يكون الحال. شيء اخر وهو انه في المحاوله الانقلابيه الثانيه كيف كيقول القبطان صالح حشاد في الشهاده ديالو على العصر اللي كانت دازت في الجزيره، كيقول بانه ديك الاثناء كانت واحد العقليه تامريه متعدده، جميع الاطراف كانوا متامرين ماشي غير على الحسن الثاني، كانوا متامرين حتى على بعضهم. مثلا كيقول بانه امقران كان عارف بانه غادي يتعدم من طرف أفقير، وبانه خاصو ينفذ الانقلاب ثم من بعد ذلك يصفي الجنرال أفقير. الجنرال أفقير كذلك كان ناوي انه يصفي امقران من بعد ما ينجح له الانقلاب. حاجه اخرى كان عاوتاني أفقير كان ناوي انه يخدم بالشخصيات المعارضه او لا بالمعارضه من اجل نجاح الانقلاب وتنشين حياته السياسيه، ما عرفناش كيفاش كانت غادا تكون. ومن بعد كان ناوي كذلك ينقلب على ديك الاحزاب المعارضه، من بعد الاحزاب المعارضه نفس الشيء كانت ناوية أنه الجنرال أحمد محمد الجنرال أفقير كانت كتسنى أنه من بعد ما غادي ينجح في الانقلاب ديالو كانت ناوية أنها دير ثورة ضده أو لا تقوم بعملية اغتيال ضده وتنفذ عاود ثاني الحكم ديالها أو للحزب، بمعنى أنه الكل كان ينوي تصفية الكل، يعني كانت واحد العقلية تآمرية. على كل حال السياسة كانت ما وصلت للحضيض ديالها، ولكن سير الامور كيف قلنا تبدل تغيير نهائي عكس جميع الاتجاهات، وهذا هو اللي اعطى واحد النظره، اعطى واحد طريقه للحكم جديده للحسن الثاني كيفاش غادي يتعامل مع المستقبل كيف قلنا. والحسن الثاني كيف كتعرفوا انه من بعد المحاوله الانقلابيه الثانيه فانه قام بخطوات كبيره، منها انه باش كان خاض الملف ديال الصحراء انه بطريقه اخرى، وكتعرفوا بانه كان ديك الساعه تنظمت المسيره الخضراء، ثم انه الحياه السياسيه نسبيا كانت ناشطه نسبيا، وكلكم كتعقلوا بانه مثلا في الثمانينات كان المغرب في قمه النشاط ديال الحركه الحزبيه، فرغم الاضعاف ديال المعارضه ورغم بانه الاحزاب اليمين، ولكن مع ذلك كانت الحياه السياسيه كانت ناشطه، كان يمين يمين، كان اليسار يسار، المعارضه معارضه، كان الوسط وسط، كانت النقابات نقابات، كان يعني كانت واحد شويه نسبيا كيف ما كان كانت واحد الجديه، الصحافه الحزبيه حتى هي يعني كانت واحد الحياه، وكان واحد المشهد كان متحرك ولو انه من الخلف. طبعا كان واحد المشهد اللي ربما نقولوا كان متحكم فيه وكان مضبوط، ولكن مع ذلك كانت واحد النشاط عرف القمه ديالو في الثمانينات، في النهايه ديال الثمانينات هنا الحسن الثاني غادي يفكر في واحد المرحله اخرى من المرحله الحكم ديالو، وهي انه بدا كيفكر في الاسلوب ديال التناوب السياسي، يعني في الاسلوب ديال التناوب السياسي. هنا غادي يفتح استشارات واسعه مع الاحزاب المعارضه ولا احزاب الكتله، الاستشارات غادا تفشل في الاول، ثم غادي يحاول المحاوله الثانيه هي هذيك اللي غادا تتوج في نهايه المطاف بتراس الاستاذ عبد الرحمن اليوسفي للحكومه ديال 97 98، وهي اللي غادا تكون هذيك الحكومه هي اللي غادا تكون الا بغينا نقولوا القنطره اللي ساعدت الملك الجديد يعني محمد السادس انه يتسلم القياده ديال الامور من مرحله لمرحله. الاخوان والاخوات
كنتمنى نكون نفعتكم بهذه المعلومات اللي عندي البسيطة، وكنتمنى أنه يوقع التفاعل ويوقع التجاوب. مرحبا بالاقتراحات ديالكم، مرحبا بالانتقادات ديالكم، مرحبا بالأسئلة ديالكم. شكرا لجميع الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.